الايس كريم بيسيح، فكلام معسول يصبح الصبح ملوش لازمه. الزبده نفس القصه على فكره، في حاجات كتير ما تفرحوش بيها في المنام لانها مش دايمه، او عقد او عهد لا يدوم يعني سهل حله. في تمام حاجات ما نفرحش بيها. ماشي معانا سماح. اهلا يا سماح. اهلا، ازي حضرتك؟ الله يكرمك. الله يكرمك، اتفضلي. ازيك يا دكتوره صوفيا؟ اهلا بيكي، اهلا وسهلا. ما شاء الله عليك، الله اكبر. يا حبيبتي ربنا يخليك، تسلمي. بقول لحضرتك عندي حلمين، يا ربي يخليكي. اتفضلي. انا حلمت الاول بس الرؤيه دي يعني بقى لها فتره كبيره. حلمت ان انا كنت نايمه فلقيت صوت يعني زي زلزال كبير قوي في الصاله بتتهز، وصوت جامد قوي بيقول الرسول جاي الرسول جاي. فانا كنت خايفه اقوم افتح الباب، فراحت والدتي الله يرحمها قالت لي لا قومي قومي افتحي. حلو. فلما جيت افتح اتفتح البيت على اساس ان هو بيت في ارياف. تمام. اللي هو من الطوب القديم ده. ايوه الطوب اللبن. أيوة. فلما فتحت بقى الرسول عليه الصلاه والسلام، يعني انا مش قادره يعني مش فاكره الملامح عليه الصلاه والسلام، على قد ما فاكره ان هو كان لابس جلباب بني، جلابيه بني. حلو قوي. حلو. فلما دخل البيت هو قعد على دكه اللي هي بتاعت زمان برضو البلدي دي او كنبه. ايوه. كان قاعد في اولها، يعني اختي اختي الكبيره كانت قاعده في اولها، والرسول عليه الصلاه والسلام كان قاعد جنبها بس في اخر الكنبه. ايوه. وكان قاعد عمال يتكلم معاها. مع اختك؟ هي عندها حاجه يعني، ولا يعني مشاكل عندها حاجات؟ هي عندها مشاكل كتيره يعني. بس الكلام ده كان من بدري، الرؤيه دي بقى لها بتاع 15 سنه بس انا لسه فاكراها. انت كنت انت انسه اللي قلت قالت لي انسه صح؟ انت لا انا دلوقتي متجوزه ومعايا اولاد. ما شاء الله. هي بس كانت قبل ما انت تتجوزي صح؟ طب اكملها لحضرتك بس؟ قولي كملي. فابنها الصغير كان محمد، فهو كان في نص الاوضه كده زي ما يكون فيه، عارفه حضرتك ترمبه الميه؟ عارفاه. فهو كان ابنها محمد ده كان بيلعب فيها. حيث. فالرسول الله عليه الصلاه والسلام برضه كلمه على اساس ان هو بيهزر معاه ان هو يعني ما يلعبش في الميه. بس وعايزه اقول لك ان هو محمد ده سبحان الله يعني ان هو دلوقتي في السعوديه وبيحج وكده يعني. ما شاء الله ما شاء الله، يا رب يحفظه لكم يا رب. بصي هقول لك. طب انت معلش انا عارفه انت عندك حاجات كتير. انت بتسالي على ايه في الرؤيا يا عايزة التفسير، تفسير الرؤية. ماشي. على تفسير الرؤية ان انا كنت خايفة وفتحتها على البيت التاني. هقول لك. بصي يعني اصل يعني حد يحلم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويبقى لا هقول لها على حاجة. فيها شروط. لأن سيدنا الإمام ابن سيرين بيقول لك لما حد يشوف الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان في وصف ليس في الرسول فالرؤية مش صالحة. لو شافوا بهيئة حد يعني مثلا علامة زي الإمام الشعراوي مثلا، ده يبقى إيه قدر احتمال البني آدم. شافوا في هيئة أبوه شايفه صالح، عمه صالح، خاله صالح، شافوا في الهيئة دي، ده معناه قدر احتمالك، مش معناه إن أنت ما شفتش الرسول، لا لا، ده قدر احتمالك أنت لرؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي ما وضحتش انها شافت تمام وجهه كده، شافت نور بتقول وجلباب بني. اولا الجلباب البني ده معناه تحقيق احلام وامنيات، هو اللون ده اصلا من الالوان الجميله في رؤيتها في المنام وخصوصا في الملابس. تمام. دخلته البيت اصلا دخلت العز والهنا والسرور والكسب والربح والبركه لولد الولد. هي شوفي هي فاكراها من 15 سنه. لا دي هتشيل خيرها لبعض اولادها كمان. طيب قعد يتكلم مع البنت، الكلام مع البنت ممكن البنت كان في عندها افكار يعني مشتته، حاجات كده مثلا طايشه، حاجات كده. المهم كلام الرسول صلى الله عليه وسلم دواء. هي احنا على حد ان احنا ان هو رسول حقا. هي مش هتشيل الوجه خلاص، احنا كده بنسلم انها رؤيه صادقه يعني. فالبنت دي ما شاء الله عليها يعني تحدثت مع الرسول، عايزه ايه تاني؟ الله اكبر يعني. اما الولد اللي بيعمل في الترمبه ده اللي هيضخ مال عليهم. يعني هي بتقول في السعوديه دلوقتي ما شاء الله مش عارف ايه، هو بقى هيجي له مال كتير، والرؤيه اذا اولت وقعت. يعني لو انا شايفه رؤيه من 20 سنه وجيت فسرتها دلوقتي يقع خيرها دلوقتي، تظل معلقه على جناح طائر حتى تفسر وتقع. تمام؟ احنا فسرنا. كل ما تفتكر الرؤية وتحكيها لحد يا حبيب يا لبيب تتكرر خيرها. دي يا جماعة دي فايدة قالها الإمام ابن شاهين،
ان الرؤية كل ما تعيد الرؤية الحلوة لكن الرؤية الوحشة اكتم عليها وما تحكيهاش ابدا وخلاص عشان ما تكررش اذاها. الحلوة كررها وقولها تاني وتالت بس لحد بيحبك عشان ما يحسدكش. تمام. احمد او هي تقريبا واحدة بتقول على انا حلمت عنبة فيها ثلاث عناقيد وانا قطعت عنقود خدت العنقود اديته لابني بس هو طيب. وحلمت بمطره بتمطر مطر غزير قوي بس في اسكندريه وانا في صعيد. طيب هو عامه عناقيد العنب معناها ارزاق. لو هي اللي كانت كلت كنت حاولت